على الرغم من نضال المرأة المصرية للوصول إلى تمييز إيجابي في كافة المجالس المنتخبة، إلا أن لجنة الخمسين لم تقر قوتة لها في الدستور الجديد، حيث اقتصر الأمر على نسبة 25% في المحليات، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة مهمة على طريق المشاركة السياسية. لا، أنا أتصور أنه كان من الأفضل طبعا أقرر الكوتة للنساء، وهو كانت ما مش هتقر بشكل تفصيلي، لكن كان هيتقال. وأنا قدمت الحقيقة مقترح للجنة الخمسين بنص دستوري بيقول تلتزم الدولة بتمثيل سياسي عادل للمرأة بنسبة لا تقل عن الثلث، ليس فقط في البرلمان لكن في كل المجالس المنتخبة. لكن يبدو أن إلغاء كوتة العمال والفلاحين ساهم مرة أخرى في تهميش المرأة. وينص مشروع الدستور الجديد على عدد من المواد التي تتعلق بحقوق المرأة، أبرزها المادة السادسة التي تنص على حق المرأة في المواطنة الكاملة، وكذلك المادة الحادية عشر التي تتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة. المادة 11 أعطت للمرأة حقوق كثيرة، وليس على عكس ما هو متصور أنه ليس لم تقرر الكوتا فإنه لم تعطى حقوق المرأة. المادة 11 تحدثت عن ضرورة تمثيل المرأة تمثيلا ملائما في المناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بالذكر مسألة البرلمان والمجالس النيابية. الأمور الخاصة بالمرأة في بيتها، الأمور الخاصة بالمرأة في تربية أطفالها، وضع الطفولة، كل هذه الأمور المعنية بوضعها السياسي والاقتصادي، كل هذه الأمور أنا أتصور أنها كانت ملائمة للغاية. ويضم مشروع الدستور الجديد أكثر من 20 مادة تعطي حقوقا للمرأة المصرية، الأمر الذي يعد خطوة مهمة في استثمار مشاركة المرأة كأحد ركائز التنمية. أشرف إبراهيم، النيل.